يقول السائل: ما حكم من حلق لحيته خوفا من وقوع الظلم عليه؟ لا يجوز، لا يجوز للإنسان يحلق لحيته ويعصي الله ويقول أخاف من الظلم، هذا هو الظلم. حلقك للحيتك ومعصيتك لربك هذا هو الظلم، فاصبر، ابقى على السنة، ولو نالك شيء من الأذى اصبر، هذا يكون في ميزان حسناتك. أنت لم تخطئ على أحد ولم تظلم أحدا، وإنما عملت بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا حصل عليك أذى بسبب ذلك فهذا أجر لك، واصبر عليه. نعم.